السلام عليكم طلابي، ونبدي اليوم بدرس جديد يونت 1 لسن 4 الجزء الاول منه. الجزء الاول اللي هو كلاميات وشغله جدا بسيطه بالقواعد، ما لازمنا بيدنا نفتحها على صفحه 25. يلا وياي راح تشوف الدرس عنوانه لسن 4 most smokers، اكثر المدخنين. take it up، شنو take it up؟ كلش مهم معنى كلمة take up، يعني بدأ. take it up يعني بدأوا التدخين as teenagers، بعمر المراهقة. خلوا ملازمكم قدامكم، ملاحظاتكم، المسودة، ونحضر طبعا ويا الملزمة دفتر الواجبات، ونهيئة على يا صفحة. احنا كملنا اخر شيء، وصلنا صفحة 5 لسن 4. احنا بعدنا ما بدينا هذا الشغل الجديد مالتنا، يعني نحضر حتى دفتر الواجبات على صفحة 5. طلابي أول شيء راح نبدي به هي عندنا كلاميات ترجمة. خطأ جدا أن تهملها وتقول هي لأن مو محددة ضمن القطع داخل البكالوريا ما أقرأها. لا، عندك هنا المطلوب منك معاني كلمات، لازم تعرف معاني كلمات اللي راح نأشرها. نبدي بسم الله الرحمن الرحيم، وراح نركز على شغلة وهي ليش قال most smokers take it up، ما قال take up it، قال take it up. هذا موضوع القواعد الموجود في lesson 4 اللي اسمه phrasal verbs، يعني الأفعال اللي يتغير معناها بوجود حرف جر وياها. يعني مثلا أصلا شيء give يعطي، بس من أقول give up يترك أو يستسلم، give up smoking يترك التدخين. أريد من نقرأ الناس مو بس نركز على المعاني، وإنما نركز أيضا على phrasal verbs، هاي الأفعال اللي راح تجينا. ابدي وياي قلمك بيدك، وراح نقول يأتي فراغات ويعطي اختيارات المطلوب فيهم معنى كلمات المظللة اللي جواها خط، الكلمات اللي تحتها خط. أول شيء ابدي وبعدين استمع. أول شيء أنبه عليه، الأرقام هاي الإحصائيات غير مطلوبة للحفظ أبدا، ما عندك شيء مطلوب للحفظ هنا غير الاطلاع على معاني كلمات، لأن تجي جملة من النص وعندك اختيارات وتحط الكلمة بالفراغ، يعني فهم معنى. نبدي أول شيء نقول every year، كل سنة. around بمعنى حوالي. إيش قد 114,000 smokers، 114,000 smokers. انتباه على كلمة smokers، المدخنين. smoke يدخن، اسم الفاعل منها ضفنا لها r، smoker. smoke smoker نطيتكم إياها بالأساسيات. إذن المدخنين. in the sorry هنا راح نقول in the United Kingdom، في بريطانيا، في المملكة العظمى United Kingdom، يعني بريطانيا يقصد بها. die يموت، انتباه على الفعل die اللي معناه يموت، وديروا بالكم عليه بإضافة الـ ing طلاب، لأن راح يصير dying. أما بالنسبة للماضي مالته فهو عادي، die تطي دي يصير died، مات. دايما يموتون from their habit، habit يعني العادات، وهنا المقصود habit عادة التدخين هي معنى بس. that's about حوالي 300 people، 300 شخص. انتباه على كلمة people يعني ناس، هي الجمع من كلمة person. person sorry person شخص، جمعها people جمع شاذ. تعامل هذه الكلمة معاملة الجمع رغم إن ما بها اس، فراح تقول حوالي 300 شخص شبيهم داي يموتون every day باليوم. smoking التدخين in Britain is highest، أشر لي على highest، high higher highest درجة مفاضلة، أعلى درجات in the ما بين 20 إلى 24 age group. أشر كلمة age group يعني فئة عمرية، يجوز تجيك بسؤال المعاني، يعني اللي أعمارهم تتراوح بين 20 إلى 24 هم أكبر نسبة من المدخنين. it's illegal، كلش مهمة كلمة illegal، راح تحط عليها دائرة وراح تشوفها بسؤال الإملاء، راح يجيب لك legal يعني مسموح، عكسها IL وتكتب نفس الكلمة illegal يعني غير مسموح، ممنوع. It's illegal to sell، تتوقف يم الفعل sell، تصاريفه sell
sold sold. واني افضل يكون عندك بدفتر الملاحظات اول صفحتين بس للتصاريف تنكتب بالمحاضرة. فتجي عاد تضيف سيل يبيع سيل sold sold. طبعا جتي وزاري كملي ستي وين وصلنا. سيل سيجارس ممنوع يبيعون سجائر to children اطفال under the age of 16 دون عمر 16 سنة. ولكن يت مع ذلك رغم انه ممنوع لكن 20% 20% من الشباب اللي عمرهم 15 سنة صغار اطفال اصلا ارجو الخط على كلمة regular. regular smokers يعني مدخن بشكل منتظم محتاج على التدخين. regular اذا سألوكم شنو عكس regular اللي معناها قياسي او منتظم طلاب عكسها IR وتنقل نفس الكلمة regular. الregular غير منتظم. كمل صفحة تعدكم 26 أنا هاي النسخة 24 عندي. more than 80% أكثر من 80% من السموكرز مدخنين. هذا أهم فعل يجيكم اليوم. شبيهم 80% من المدخنين take it up بدأوا التدخين as teenagers. كلمة teenagers عمر المراهقة teen تدرون جاية منين؟ من 13 14 15 16 17 18. هاي كلها يعني 12 12 13 14. فنسميهم teenagers عمر المراهقة. take up من أهم الأفعال اللي تمر عليك lesson 4 يعني start بدأ اعتاد. إذا take up that habit بدأوا بهاي العادة when they are teenagers عمر المراهقة. people and ناس who smoke اللي يدخنون a packet of cigarettes a day باكيت سجائر باليوم die يموتون on average جروا خط على average معدل 7 years أبكر يعني earlier يعني يموتون بعمر 7 سنوات earlier. انتباه على كلمة early. early بدرجات المقارنة early بدرجات المقارنة تقلب إلى IER earlier يعني أبكر than people who have never smoked من الناس اللي أبد ما دخنت فد يوم. every day كل يوم in the United Kingdom في بريطانيا approximately يعني about حوالي تقريبا إيش قد 450 شاب young people شاب under the age of 18 دون 18 سنة start smoking يبدأ بالتدخين. In Britain, sorry, the British government, كلمة British تحفظوها ليش؟ لأن إذا جاب لكم إراك إراكي Britain شو تصير British. The British government, الحكومة البريطانية currently يعني بالوقت الحالي بشكل مستمر بشكل ثابت دائم currently spend انتباه على الفعل spend. spend تجي يقضي وقت وتجي يصرف فلوس. من يقول spend تصرف حوالي 30 مليون يعني ده تصرف فلوس. تصاريف الفعل spend بس الحرف دي يصير تي يعني spend 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 يصرف spend spend 30 مليون a year on يصرفون حوالي 30 مليون بالسنة على شنو؟ ديروا بالكم راح تجي بالمعاني هاي الكلمة. campaigns حملات حملة ضد التدخين. anti يعني مضاد. anti smoking education campaigns حملات تثقيف ضد التدخين. further وأكثر من 41 مليون is spent باع طلاب التصريف. is spent يعني تنفق. هاي نسميها صيغة مبني المجهول حناخذها بيونت 6 إن شاء الله. on measures مجالات بيا حقول بيا مجالات يصرفوها to help people give up. دير بالك الفعل هنا قال give up smoking ما قال give smoking up قال give up smoking يتركون التدخين. more people in Britain أكثر الناس في بريطانيا die يموتون from smoking بسبب التدخين than from accidents أكثر من اللي يموتون بسبب الحوادث أو poisoning التسمم أو مرض الإيدز. المطلوب من قريته فهم معنى. شي يجيب لكم سطر بالامتحان وأنا طبعا رح أجيب لكم بالامتحان
مش يجيب لكم سطر، رح تكون جملة منا والكلمة بالاختيارات وتنزل بالفراغ، فتراجعوا لي معاني كلمات. نجي نشوف باقي اللسن شنو المطلوب من عندنا. هنا معاني صارت اكتب عليها مكررة ما احتاجها، ليش؟ لأن ترجمناها سوى كلمة كلمة. بالنسبة لتمرين الكتاب اللي اكتب أسئلة لهذه الأجوبة، بصراحة أنا حالت لك إياه بالملزمة لكنه غير مطلوب للامتحان التحريري، لا للكوزات ولا للوزاريات. ليش ست؟ لأن القطعة مو من ضمن النصوص المطلوبة للاستيعاب. فأنت قدامك هنا نموذج، يعني مثلا يقول لك how many people، يقول لك about 114 ألف per year. شنو 114؟ how many شنو؟ لازم يعطيك جملة كاملة حتى تكتب له سؤال، لأن أنت النص مو عندك موجود بالامتحان، والنص غير مطلوب للأسئلة والأجوبة الاستيعابية، مطلوب بس معاني كلمات. فهذا نشاط صفي تشتغلوا بالصف. تجي لي على الشيء الأساسي اللي عندكم اليوم اللي هو موضوع الجزء الأول من شرح عندنا قواعد بيونت 1 لسن 4، وعندنا بعدين جزء ثاني على عكس الصفة، شلون نعكس الصفة. بالنسبة لهذا الجزء الأول كلمتين كلش سهلة، انه شلون نسوي الجملة او نرتب الكلمات put in order، رتب. من يجيكم phrasal verb، شنو يعني phrasal verb؟ لا تترجم لي على العربي افعال ظرفية ايش اسوي بيها. phrasal verb يعني شنو؟ verb يعني فعل، من يجي ويا الفعل حرف جر يغير معناه صار اسمه phrasal verb. التسمية مهامتني، هامني الاستعمال. يعني من أقول مثلا turn يستدير، بس من أقول turn the light on please يعني turn on شغل، بس من أقول turn off على off طفي، المعنى تغير، حرف الجر غير المعنى. بما أنه الفعل من جزئين معنى رح يجينا بسؤال put in order، رتب. يعني شنو قصدش ست؟ باوع وياي ببساطة، شوف لي هنا، شوف هذه قدامك. I like these shoes. أو خليني بهذا المثال. Smoking is terrible. التدخين سيء. You should give up smoking أو give up it. ما قال give up smoking، قال give up it، نطاق it. خلوا ببالكم ال give up هي الفعل، والإت هي المفعول به. كل فعل يجي وراء مفعول به. طبعا المفعول به من يكون ضمير بهذا الدرس راح تلاحظوا راح يكون أما إت للمفرد أو ذم للجمع. هذا للجمع، هذا للمفرد، هذا المفعول به راح تشوفوا. زين ست، انتبهوا ياي. Smoking is terrible. You should give up it. ايش راح تسوون؟ حتقولوا لي ست سموك، ويقول لك put in order. شنو put in order؟ رتب. حتقول لي smoking is terrible، ما لي علاقة بيها. نقطة. You should، يجب. ايش راح تسوي هسه؟ give up it. كل اللي تسويه بكل بساطة، كل اللي نسويه نشيل المفعول به اذا هو it او them ونحطه بالنص بين الفعل وحرف الجر. ايش راح تقولون؟ حتقولون give، you should give it up. يعني شنو؟ اترك التدخين. زين سيد، لو نفترض ما كان قايل give up it، لو كان قايل give up smoking، ما قال it، قال smoking. هي الاتراجع عليها من عن smoking، يعني المفعول به جاب لكم اياه اسم، وقال لكم put in order. put in order، رتب. راح تقولون اذا المفعول به مالتي هذا give up، هذا الفعل متكون من جزئين، والسموكينج الاسم والمفعول به. من اجى المفعول به اسم راح يصير عندكم تشويسات اثنين اختياري. تقدرون تقولون give up smoking يعني يبقى الاسم بالاخير، وتقدرون تقولون give smoking up يعني الموضوع اختياري يمكم. تريد تحط المفعول به بالوسط هنا بين الفعل وحرف الجر مثل الضمير،
تريد لا والله تنزل الفعل كامل هو حرف الجر وما طول المفعول به اسم مو ضمير نقدر نشمره بالنص نقدر نشمره بالأخير. بس لو كان ضمير لازم الفعل وحرف الجر الجر يكون المفعول به مالتكم بالنص اللي راح يكون أما إت أو منو أو ذي. يعني من عندكم الفريزل فيرب فعل فعل وحرف الجر وعندك المفعول به اسم سموكينج شيرت كار أي اسم فأنت بالاسم تقدر تشمره بالأخير أو تحطه بالنص بين الفعل وحرف الجر بالنص. إذا ضمير إلا بالنص، إذا اسم تقدر بالنص وتقدر تشمره ورا حرف الجر. زين بما أنه إذا اسم نقدر بالنص ونقدر ورا حرف الجر وإذا ضمير لازم بالنص، زين ليش ما أفضها ولي قدام أقول إش ما يجيني put in order راح أحط المفعول به بالوسط إش ما يجيني. يعني هنا مثلا شوف وياي like these shoes عجبني الحذاء can I try on them إش راح تقول هتقول وش يراد لها. أنا عندي الفعل try on phrasal verb فعل أبو حرف الجر معناه try واحدة معناها يحاول بس من أقول try on يعني قدر يقيس والمفعول به مالتي هي نذم وهذا الفعل وكل اللي عليك إيش مر المفعول به بالنص راح تقول try them on. هذا كلام ما كافي عشون ستيصير كافي يصير كافي من نحل على الملزمة مالتنا ونشوف الجمل اللي عندنا والشرح. افتحوا لي ملازمكم ورا ما قرينا النص وصلنا هاي الصفحة عندكم انتو 27 phrasal verb تتكون هذه الأفعال عند إضافة حرف جر مثل off, down, up بس عليكم بالأفعال الموجودة بكتابكم ما عليكم بأي فعل خارجي ما موجود give يعطي بس من صارت give up معناها يترك أو يتخلى. عندك take يأخذ من صارت take up يعني شنو يعني يبدأ أو يتعود take up smoking يبدأ التدخين try يحاول بس من صارت try on يعني يقدر أو يقيس turn يستدير لكن من أقول turn up يرفع يعلي الصوت turn down ينصي يخفض turn over يقلب turn on يشغل وturn off يطفي تغيرت معاني. الشرح ملاحظة كلها سطر واحد turn the music down please نصي الموسيقى I want to study turn the music down طبعا أقدر أقول turn down the music طبيعي لأن music اسم مفعول به مالتي اسم look at the dress شوف ذات الدريس ذاك الفستان no she has tried it on ما طول try on والمفعول به it فلازم يحطه بالوسط فقال tried it on قدرت but it was too short بس قصير you should give up smoking يقدر يقول give up smoking ويقدر يقول give smoking up تمام. لاحظ إذا كان المفعول به اسم يمكن وضعه بالوسط أو بالنهاية يعني ورا حرف الجر بينما إذا كان المفعول به ضمير غالبا يكون it أو them فيوضع فقط في الوسط يكون نوع السؤال دائما put in order رتب turn the light on عادي شغل الضوء turn on the light هم صح turn it on صح بس ما أقدر أقول turn on it خطأ. يربالك على الفعل look look بعدة معاني هذا خارج الكتاب بس لمعلوماتك إنه look after him يعتني به يعني ما خليت الهم بالنص بس غلط إذا قلت look him after لأن الفعل look ما ينفصل عن حروف الجر اللي وياه هذا يعني ما يفيدك بالامتحان. تمرين الكتاب المرشح بكالوريا حيانة قدامك رح نراجعه كمعاني وكقواعد put in order يلا وياي ضموا الإجابة can you turn on the television ممكن تشغل التلفزيون ممكن أقول can you turn on the television أو turn the television on يصير لأن التلفزيون اسم ما طول المفعول به اسم عادي أقدر. نبدي برقم 2 يلا سوى I have already turned on it من قال turned on it ما طول المفعول به إتش راح تقول turned it on يعني أنا أصلا شغلته.
smoking is terrible. صديقة البكالوريا هاي الجملة. Smoking is terrible. التدخين سيء. You should give up it. إيش راح تقول؟ Give it up. يجب أن تترك التدخين. أربعة. When did you take up? هاي جت بكالوريا بسؤال المعاني. كان الفراغ كلمة take up. When did you take up stamp collecting? متى بدأت بالstamp collecting؟ هاي الجمع الطوابع يعني. فنقدر نقول take up stamp collecting ونقدر نقول take. Stamp collecting جمع الطوابع up. رقم خمسة. I can't remember when I took up it. شو تقول؟ I can't remember when I took it up. باع المفعول به ضمير حطه بالنص بين الفعل وحرف الجر. رقم ستة. I like these shoes. هاي اجتني دور ثاني. عجبني الحذاء. Can I try on them? طبعا الحذاء جمع دائما فنحط له them. هو حاط لكم يا أصلا المفعول به ضمير. وما طول ضمير راح تقول can I try them on. Can you turn down the music? حتقول can you turn down the music أو can you turn the music down. نجي على رقم ثمانية. I'll turn down it in a minute. شراح تقول set turn down it. لازم أقول turn it down. أنصي يعني turn it down فالدقيقة وأنصي. وزاريات السنوات السابقة دير بالك قلمك بيدك عندي تعديل بالنسخة البيدي. جائز النسخة البيدك صارت هسه سوولك إياها بس إذا النسخة البيدك مثلي فشيك وياي. I like these shoes. عجبني الحذاء. Can I try on them? Put in order. رتب. إيش راح تقول try. طبعا البداية تنزل نفسها نقطة. ابدي try them on. صحيح. ضم الإجابة وفكر. This pencil is really old. هذا القلم قديم. You can throw away it. Throw away it يعني تخلص منه. Throw away. Throw it away. شمره. إذن put in order راح تقول throw it away. Throw it away. شمره وتخلص منه. حطينا المفعول به بالوسط لأنه حرف جر. Can you the music turn down? لو turn down the music. حتقولي لاسج. Can you وراها الفعل يجي. ماكو can you the music. The music اسم. لازم أقول can you turn. فمن جهة هنا turn down the music هي الصحيحة. Turn down the music. نجي على رقم. هاي بها التعديل أعتقد. لو غيلو الوراها سنشوف. I have already turned on it. لو turn it on. I have already. بس عدلوا لي حطوا لي إيدي طلاب هنا. أنا. I have already turned on it. لو turned it on. طبعا turned it on ما نختلف عليها. نجي على رقم خمسة. I'll turn down it. لو turn it down. In a minute. إيش راح تقول؟ I'll turn it down. Turn it down. I can't remember. ما أتذكر when I took up it. Put in order. رتب. Took up it. شو تصير؟ تشيل الإت وتحطها بالنص. فتقول I can't remember when I took it up. Took it up. كملي يا ستي. صفحة 29 عندكم. I like these shoes. عجبني الحذاء. Can I try on them? أقدره. Try them on. حط مفعول به بالنص. Try الفعل on حرف الجر وبالنص المفعول به. Smoking is terrible. التدخين سيء. You should give up it. شو تصير؟ Give it up. عندك تسعة. Most smokers أكثر المدخنين take up it as teenagers. بدأوا التدخين بعمر المراهقة. وطبعا هذا يجي معاني مو بس قواعد. فتقول most smokers take it up. Take it up يعني بدأوا التدخين بعمر المراهقة. I can't remember when I took up it. Took up it. شو تقولون؟ Took it up. Took it up. نجي هسه على جزء ثاني. بس أنا إيش أفضل؟ أفضل نروح نشوف دفتر الواجبات مالتنا. ما طول إحنا بعدنا بنص lesson 4. إذا باوعنا ونريد نسرق المعلومات حنباوع. يبدي lesson 4 من صفحة 5. نهاية الصفحة. الجزء الأول منه بعدنا ما شرحنا. رجع هنا ماكو شي ست. بس عندنا أكو خليط من العشر أسئلة الحلوة لازم نكمل اللسن يلا نقدر نحلها.
إذا ما نقدر هسا ندق بلسن فور بدفتر واجبات. إلا أتنا أني أقولكم شغلة جدا بسيطة، صفحة 6 لفوق، بداية صفحة 6 حلوها، حلو بداية صفحة 6 وحدكم تمام؟ نحن لها سوا بدون صبورة. Smoking is terrible. You should give up it. شو تصير؟ You should give it up. When did you take up stamp collecting? أكو حلين صحيح. لو تقول take up it لو take it up. العفو أسفة غلطت. Take up stamp collecting. بما أنه المفعول به جمع تقدر تقول When did you take up stamp collecting أو take stamp collecting up. متكررات بالوزاريات هيانا هيانا. When did you take up stamp collecting أو take stamp collecting up. I can't remember when I took up it. هاي بالتسلسل. I can't remember when I took up it. سويتوها. Took it up. I like these shoes. Can I try on them? شو تصير؟ Try them on. Try them on. And can you turn down the music? الغيب شرح تقول turn the music down. وعندك I'll turn it down. In a minute. I'll turn it down. هاي طبعا كانت تمارين مراجعة في صفحة 6 دفتر الواجبات الجزء الفوق. المفروض تحلوا على الغيب وتشيك ويا الملزمة. إذن هنا الحمد لله انتهى الجزء الأول من lesson 4 وراح نكمل بجزء ثاني من lesson 4. باي باي.